مشاهدينا الكرام، سلام من الله عليكم ورحمته منه وبركاته. من تلفزيون جيبوتي احييكم واقدم لحضراتكم نشرة الاخبار، ونبدا هذه النشرة باهم العنوانين. رئيس الجمهورية وقائد البلاد العاصمة الاثيوبية لحضور قمة الاتحاد الافريقي. ويوم سيرو يستقيل من رئاسة الجمعية الوطنية لساحل عاج. من مقدمة النشرة إلى تفاصيلها، بسم الله الرحمن الرحيم. غادر فخامة رئيس الجمهورية السيد إسماعيل مرقيل الظهر اليوم السبت من أرض الوطن متوجها إلى عاصمة الإثيوبية أديس أبابا لمشاركته في أعمال القمة الثانية والثلاثين لرؤساء الدول والحكومات الاتحاد الإفريقي، وذلك لمدة يوم. وكان في وداع رئيس الجمهورية لدى وصوله لدى مغادرته من مدار حنبري من قبل الدولة رئيس الوزراء السيد ورئيس المجلس ورئيس الجمعية الوطنية والعديد من أعضاء الحكومة، إضافة إلى شخصيات رفيعة المستوى من السلك العسكري والمدني. ويتضمن جدول أعمال القمة العدد من الموضوعات التي تندرج في بالأساس تحت محورية تنمية والسلام والسلم والأمن، بإضافة إلى ارتقاء بالآليات التنفيذ لعملية الإصلاح المؤسسي والهيكلي للاتحاد الإفريقي. كما ستناقش متابعة الجهود التفعيل منطقة التجارة الحرة القارية وتعظيم التنسيق مع المؤسسات التنمية المدولية والشركاء الاستراتيجيين للقارة من الدول والمنظمة. تنطلق أعمال القمة الثانية والثلاثين للعادة للاتحاد الإفريقي غدا الأحد وفقا لتقاليد الاتحاد الإفريقي، وتعد هذه الجلسة المغلقة لقادة ورؤساء الدول والحكومات دول إفريقية. ويستعرض خلالها الرئيس الذي تنتهي مدة رئاسته للاتحاد والرئيس الرواندي بول كاغامي ما أنجزه خلال فترة رئاسته على صعيد الإصلاح المؤسسي. ويشارك فخامة رئيس الجمهورية في أعمال دورة 32 لقمة إلى جانب رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي يومي 10 و11 من فبراير الجاري، والتي ستنعقد في العاصمة إثيوبية أديس أبابا تحت شعار عام اللاجئين والنازحين داخليا نحو حلول دائمة للنزوح القسري في إفريقيا. وتناقش الاجتماعات تقرير الدورة العادية 37 لجنة الممثلين الدائمين. وفي مداخلة له بهذه المناسبة، أشار سفير جمهورية جيبوتي لدى إثيوبيا على أهمية أعمال الجلسة 32 للقائمة في أديس أبابا، حيث سيشهد هذه القمة أيضا مراسم تسليم السلطة لرئاسة القرارات الاتحاد الإفريقي لمصر بعد أن كانت رواندا تترأس الاتحاد الإفريقي. Cette 32e session de la conférence est importante à plusieurs égards. Importante d'abord parce que c'est la passation entre le Rwanda et l'Égypte pour présider aux destinées de l'Union africaine, le Rwanda étant un pays de notre région, que Djibouti et le président de la République qui sont à Djibouti plusieurs années. لعبور، حيث أن هناك جيبوتيين لاجئين يقادرون البلاد متوجهين إلى الخارج. وأن الجدير بالذكر وأن الجدير في هذا الأمر هو العكس عن أي سبب للحرب في اليمن، وهو أمر ضروري أن يحضر فخامة الرئيس الجمهورية هذه القمة الإفريقية وانضمام جيبوتي إلى سيسيكا، حيث أبرمت جيبوتي هذا القانون الخميس المسرب في جيبوتي الذي يدل على الدور الاقتصادي لجيبوتي، وأنها دولة مفتوحة اقتصاديا، كما تتمتع جيبوتي منطقة حرة وتجارية. وتستطيع أن تلعب جيبوتي مع منظماتها أو منطقتها الحرة دورا أساسيا مع 22 دولة عضو في هذه اللجنة أي سيسكا. وتعد جيبوتي من الدول الأولى التي أبرمت هذه الاتفاقية. كما أن هذه القمة يندرج عدة الموضوعات من بينها التنمية والصحة والإرهام، ألقى سفير جمهورية جيبوتي في أديس أبابا أن الموضوع هذا المؤتمر هو تنمية والصحة، وتحديدا تنمية القطاع الخاص، الأمر الذي
يعكس الجهود التي تبذلها جيبوتي. وسيستعرض فخامة رئيس الجمهورية التقدم الاقتصادي المحرز في هذه المجالات، وخاصة في مجال التجارة، كما تم انتخاب رئيس الغرفة التجارة الجيبوتية رئيس الغرفة التجارة الإفريقية، وذلك يدل على الدور المحوري الذي تلعبه بلدنا في مجال التنمية الاقتصادية وفي مجال السلام، وأيضا في منظمات الدولية خاصة في الاتحاد الإفريقي. وينضم وفد هام يرافق فخامة رئيس الجمهورية في هذه الزيارة، الأمر الذي يدل على رغبة فخامة رئيس الجمهورية في هذه التطورات التي تشهدها جيبوتي، وأيضا الدور الاستراتيجي الهام لجيبوتي. على هامش الفعاليات، الدورة الأولى من المهرجان الثقافي والفني لمنظمة التعاون الإسلامي، أجرى وزير الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف السيد مؤمن حسن بري مباحثات مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي دكتور يوسف بن أحمد العثيمين بالقاهرة، واستعرض الجانبان السبل لتعزيز التعاون بين المنظمة وجيبوتي. ونوه الوزير مؤمن حسن بري خلال هذا اللقاء بالدور الكبير الذي تقدمه منظمة التعاون الإسلامي في خدمة الأزمة في خدمة الأمة عفوا، وبارك النجاح انطلاق مهرجان منظمة التعاون الإسلامي الأول الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية حاليا تحت عنوان أمة واحدة وثقافات متعددة لهوية فلسطين في قلب 88 دور جيبوتي في المنظمة، مؤكدا حرص الأمة عامة على تعزيز العلاقات مع دول إسلامية كافة، وأشاد بدعم المملكة العربية السعودية الدولة المقرر لإطلاق مهرجان المنظمة الأول، موضحا أن فكرته تأتي لمخاطبة المسلم بالبسيط ببرنامج متابعي تنشر اعتدال وقيم الإسلام وتسويد من حجم الوعي لديه تجاه المراقاة وقضايا كافة. قام رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الفريق زكريا الشيخ إبراهيم صباح اليوم بزيارة إلى علي عوني التابعة في منطقة عرتة، وكان برفقة الفريق في هذه الزيارة رئيس الأركان الدفاع الجرنال دار محمد علي، ومستشار رئيس الأركان العام للقوات المسلحة الجرنال حسن علي كامل. كما شارك جميع كبار المسؤولين في القوات المسلحة الجيبوتية في هذه السيارة التفتيشية، وكان في استقبال رئيس الأركان مصلحة الفريق زكريا الشيخ إبراهيم لدى وصوله إلى موقعه قيد كتيبة التدخل لسريع المقدم عمر علي حسن، وتهدف هذه الزيارة للاطلاع عن قرب عن وضع كتيبة التدخل السريع وتقدم المحرز في مجال التدريب العسكري. هذا وأكملت عناصر كتيبة التدخل السريع تدريبهم الأساسي الأولى، حيث بدأوا بالفعل المرحلة الثانية من مناهجهم الدراسية من خلال تدريبهم المبرج والمتعلق بمشاركة الزائد عن التدريب لقادة المستقبل لمجموعة رؤساء الأقسام من خلال تشكيل عقل جندي وتعلم القتال وتعليم القتال المحلي وإطلاق النار خاصة بالكوموندوس وغيرها. وعقب استعراض عسكري قدم النقيب عمر علي حسن قائد المركز المعلوماتي عرضا عن كتيبة أمشلته
أنشئت في أصول دوس 2007 بناء على مبادرة من رئيس الأركان الدفاع وكتيبة التدخل السريع، وتقوم هذه الكتيبة بمهمات جليلة بقية حماية الوطن. كما تتكون هذه الكتيبة من نخبة المجندين الشباب تم اختيارهم بشكل دقيق. هذه الكتيبة الفريدة من نوعها تتمتع بخبرة عسكرية عالية الجودة، هو على غرار القوات الخاصة الأمريكية المكونة من وحدات نخبة، وتتمكن في قوتها قدراتها على التفكك إلى وحدات منفصلة من التدخل. تعيش كتيبة التدخل السريع في وسط سكان رعويين، وتقوم بتقديم خدمات لسكان بغية تحسين طرفهم المعيشية. وخلال هذه المناسبة تقدمت الكتيبة عروضا قتالية تعتمد على عوامل الطبيعية. هذا وأكملت عناصر كتيبة التدخل السريع تدريبهم الأساسية الأولى، حيث بدأوا بفعل المرحلة الثانية من مناهجهم، وتشكل العقد الجندي والتعليم القتالي المحلي. في هذا السدد قام رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الجيبوتية الفريق سكري الشيخ إبراهيم بتقليد رتب عسكرية لعديد من الضباط والجنود من كتيبة التدخل السريع، وذلك تقريرا للجهود التي بذلوها وتقنياتهم في الخدمة والتميز في القيام بواجباتهم على مدار الأعوام الأخيرة. وجرت مراسم حفل التكريم والترقية لعناصر القوات المسلحة في ناحية عالي عوني التابع لمنطقة عرتا بحضور قادة المؤسسات العسكرية ومدعوين آخرين. أهلا بكم من جديد. وفي مداخلة للرئيس الهيئة العامة للقوات المسلحة لجيبوتي الفريق سكريا الشيخ إبراهيم ألقى كلمة في هذه المناسبة، حيث أكد عن هذه الكتيبة التدخل السريع تقديم مزيد من أجل الوطن والبلاد. وأكد الفريق أن القيادة العليا العسكرية وضعت الكثير من الأمل فيها، وأن البلاد تتوقع الكثير من هذه الكتيبة. وقد نصح الجرنال بالاحتفاظ دائما بفكرة التفوق على النفس والشجاعة المطلقة. وهنأ الفريق زكريا الشيخ إبراهيم المتدربين من كتيبة التدخل السريع، داعيا إياهم إلى مواصلة مشوارهم للنهوض بأداء المؤسسة العسكرية. وتجدر إشارة إلى أن القوات المسلحة تعنى بالدفاع عن سلامة الأرض الوطن وزيادتها الإقليمية، وهي في خدمة المصالح الشعب وحماية أهدافهم وأمنها الوطني، وهي مؤسسة وطنية رائدة بأهدافها ومبادئها. مهمتها الأساسية الدفاع عن الوطن وصون الحريات العامة وحماية الدستور والتعسيس الوحدة الوطنية والدعم الاستقرار الداخلي ومحافظة على قيم المجتمع وتراثه وإنسانيته، كما تعتبر في ذات الوقت الأداة الأساسية بيد هذه المسلمة. في إطار تدوير المراكز التنمية المجتمعية، احتضن مقر الاتحاد الوطني لنسائي جيبوتي يوم الخميس الماضي اجتماعا هاما بقية الطرق حول الأنشطة التي ستنفذ في جميع المراكز التنمية المجتمعية في البلاد. هذا وتراصد أعمال هذا الاجتماع نائبة الرئيسة للاتحاد الوطني للنساء الجيبوتية السيدة حسنة محمد بليل بحضور أمينة العامة للاتحاد السيدة فاطمة موسى ومديرة المراكز التنمية المجتمعية في البلاد السيدة رقية حسن إلى جانب المسؤولين من الجهات المعنية. ويهدف هذا الاجتماع إلى تدرق حول سبل الكفيلة لتنظيم ورش تنموية في مختلف المراكز التنمية المجتمعية المحلية والقيام بأنشطة تنموية أخرى لصالح الشباب واندماجهم في مبادرات التي تقام. في دار الحفاظ على نظافة العاصمة جيبوتي أطلقت عمدة مدينة جيبوتي نداء للمستخدمين الذين يقومون أو يستخدمون الطريق العام كنقطة البيع والشراء. وقام كل من مدير الخدمات الفنية لعمدة جيبوتي السيد عثمان عبدي حسن ومساعد الحاكم من دائرة بلاتو سيربون السيدة عوالي
محمد فؤاد والمدراء التنفيذيون قاموا بزيارة إلى شارع فينيسيا، وذلك لتوعية مستخدمي هذه المواقع واطلاعهم على الإجراءات والمبادرة التي يتم تنفيذها لإخلاء هذه المواقع. وأعدت مسؤولي عمدة مدينة جيبوتي وحاكم العاصمة وقتا محددا لهؤلاء لإخلاء هذه الطرق، لأن هذه الأماكن تعد من أهم أماكن التي يرتادها المواطنون. وفي هذه المناسبة أشار المدير الفني لعمدة مدينة جيبوتي عثمان حسن علي على أهمية التي تكتسيها هذه العملية التنظيفية التي قامت بها عمدة مدينة جيبوتي، وذلك للمحافظة على منظر الجميل لبلدنا وحماية بيئتنا. سلمت رابطة الأولياء الأمور لمدرسة أنجيلا يوم الخميس عددا من المستلزمات والأدوات المدرسية لطلاب المرحلة الأساسية. جرت هذه المناسبة في مدرسة أنجيلا بحضور مسؤولي الشبكة الوطنية للتنمية الاجتماعية ورابطة أولياء الأمور ومدير مدرسة أنجيلا السيد ياسين علوان وعدد من أعضاء جمعية أولياء الأمور. وكانت هذه المناسبة تهدف إلى دعم الطلاب المرحلة الأساسية، كما أنها توفر هذه المستلزمات ستسهم من تسهيل عمليات الدراسية، وتتكون هذه الأدوات المدرسية من دفاتر وأقلام إضافة إلى اللوحات الإلكترونية وغيرها من المستلزمات المدرسية. وفي مداخلة لمدير المدرسة السيد ياسين علوان عبر عن شكره وارتياحه على تقديم هذه الدعم، وأيضا رحب بالشبكة الوطنية للتنمية الاجتماعية ورابطة أولياء الأمور على هذا الدعم من توفير المستلزمات المدرسية لصالح الطلاب مدرسة أنجيلا. وفي الختام تم توزيع هذه الأدوات المدرسية على التلاميذ. تطلع وزارة الصحة المواطنين بأن بعثة من جمعية موزينو لجراحة القلب ستتواجد في جيبوتي في الفترة ما بين 10 إلى 15 من فبراير الجاري، وتهدف زيارة هذه البعثة إلى كشف عن أطفال الذين يعانون من التشوه في القلب. يتطلب إجراء عملية جراحية عاجلة ومتابعة حالات الأطفال الذين سبق أن يستفادوا من الرعاية الصحية بفضل هذه الجمعية. والجدير بالذكر أن وزارة الصحة تذكر آباء الأطفال المعانين من التشوه في القلب بضرورة ازدحاب ومرافقة أبنائهم إلى قسم القلب في مستشفى بليتي العام. استضاف كل من ملعب حسن جوليد والمركز التقني الوطني عصر أمس أربعة مباريات في دار الدور الثمن النهائي لكأس جيبوتي، حيث جرت المباراة الأولى بين فريق جيبوتي تيليكوم وفريق الدخل، وذلك في ملعب بلدية القديم. وانتهت المباراة بفوز عريض لفريق جيبوتي تيليكوم بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، وبهذا الفوز يؤهل فريق الأساس تيليكوم إلى دور الربع النهائي. وفي المباراة الأخرى حيث التقى فريق العرتا سولار ست على فريق سيتي ستاد بأربعة أهداف مقابل لا شيء، بينما تأهل فريق أزنفيكا على فريق كارتيري بركلات ترجيحية. أما المباراة الأخيرة فقد فاز فريق الجامعة جيبوتي على فريق هيابلي بخمسة أهداف مقابل لا شيء. عقدت الجمعية الإقليمية يوم الخميس الماضي الدورة العادية الأولى لعام 2019 في قاعة المؤتمرات بمجلس الإقليمي بمنطقة الدخل. تراس في هذه الجلسة الرئيس الحالي لهذه المؤسسة الإقليمية السيد عبد الرحمن يونس أر، وركزت على نقطتين رئيسيتين لتحقيق ميزانية التشغيل والاستثمار لمنطقة الدخل وتنفيذ استراتيجية استيراد لزيادة الإيرادات لعام 2019. شارك في هذه الجلسة أعضاء من ممثلي المنتخبين المحليين إضافة إلى رئيس مكتب الضريبة للإقليم السيد فريدة، وناقش معهما حول أداء الخدمات الإقليمية ومواجهة صعوبات في هذا المجال وتحسين الإيرادات الضريبية لهذه السنة، كما بلغت ضريبة العام الماضي في منطقة دخل 5,587,980 في نهاية مناقشة هذا الاجتماع. أظهرت توصيات فيها
تحقيق من صحة الميزانية التشغيلية في المنطقة، تنفيذ استراتيجية الاستثمار وتخطيط رأس المال الاجتماعي في لصالح مجلس الإقليمي. وفي كلمة لمسؤولين المحليين أشار إلى أن هذا الاجتماع كان مثمرا، حيث شارك فيها الجهات المعنية من منطقة دخل، إضافة مسؤولي وحدة الجمارك. وتحدثنا حول هذا الاجتماع نقطتين أساسيتين حول ميزانية المنطقة، تشغيل الميزانية واستثمارها في المنطقة، إضافة إلى الجانب الاجتماعي ودعم كل الأمور الاجتماعية. وإلى مناطق الشمالية، حيث احتضنت مدينة بوخو أمس الجمعة فعاليات البطولة الوطنية للسباحة لصالح الشباب من منطقتي تجرة وأبوخ. وفي هذا سيتوجه الوفد هام من مدينة تجرة إلى منطقة أبوخ، حيث يضم الوفد كل من نائب رئيس المجلس الإقليمي في منطقة أبوخ ورئيس الاتحاد الإقليمي للسباحة في هذه المنطقة. واستقبل هذا الوفد من قبل سلطات أبوخ من بينهم نائب رئيس المجلس الإقليمي السيد أحمد علي الشيخ ورئيس الاتحاد الإقليمي ومساعد مدير في أمانة دورة للشباب والرياضة، إلى جانب الشباب المشاركين في هذه البطولة الوطنية في منطقة في مختلف أعمارهم. ونظم منافسة بين الشباب المنطقتين تجور أبوخ الذين أظهروا قدراتهم ومهاراتهم في السباحة. ويهدف هذا الحدث الرياضي إلى إعطاء الشباب فرصة لتحسيس وترقية لهواة هذه الرياضة أي السباحة، واكتشاف المواهب الشابة بغية أن يشاركوا المحافل الوطنية والإقليمية والدولية. من الأنباء الوطنية إلى أنباء الدولية، أعلن رئيس الجمعية الوطنية في ساحل عاجة استقالته من رئاسة الجمعية الوطنية في هذا البلد. أعلن رئيس الجمعية الوطنية في ساحل عاجة قيوم سورو استقالته من رئاسة الجمعية خلال اجتماع استثنائي دعا له الجمعة وكان مرتقبا أن يستقيل منذ أيام. وقال سورو في كلمة مقتضبة ألقاها أمام الجمعية الوطنية إنه كان أمام معضلة الخيار بين عدم الوفاء لقناعته وإنقاذ وظيفته المريحة وبين تقديم استقالته من أجل التمكن من التمتع بالحرية. وكان الرئيس حسن الوتر قد أعلن قبل أيام في لقاء مع الصحافة أن سورو سيستقيل من منصبه دون تقديم تفاصيل بشأن أسباب ذلك. وقد نقلت وسائل إعلام عن مقربين من سورو أنه سيترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة في عام 2020، وهي الانتخابات التي لم يحسم بعد وتارى موقفه بشأنها. أعلن رئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الجمعة أن قمة الثانية بينه وبين زعيم لكوريا الشمالية كيم جون أون ستعقد في عاصمة فيتنام يوم 27 و28 من فبراير الجاري. قال ترامب في تغريدة على تويتر كشف فيها عن مكان وزمن هذه القمة الثانية من نوعها بعد القمة التاريخية التي عقدت في سنغافورة في يوليو الماضي. من جهة أخرى، اتفق الموفد الأمريكي إلى كوريا الشمالية ستيفن بيغون وندير كوريا الشمالية على عقد لقاء جديد بينهما قبل القمة المرتقبة بين رئيسي كوريا الشمالية والأمريكي. ومن المتوقع أن يطلع بيغون نظير كوريا الجنوبي على تفاصيل لقاءاته في بيونغ يانغ، وستركز المحادثات حول ما إذا كان الوفد الأمريكي قد طرح تخفيفا على العقوبات عن كوريا الشمالية مقابل اتخاذ بيونغ يانغ خطوة ملموسة نحو نزع السلاح النووي. بهذا النبا الدولي تنتهي نشرتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.